مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه هي أبرز العناوين. نادي الوحدة الإماراتي يكشف حقيقة اقتراب انضمام النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى صفوفه في الميركاتو المقبل. النجم المصري محمد صلاح يستفز الجماهير المغربية بما قاله عن حظوظ المنتخب المغربي في الكان. الدوري الدولي لكوريا الجنوبية على المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة ينهي مشاركته بهزيمة أمام أوكرانيا بسبب قرار نادي ريال مدريد. إبراهيم دياز يتأخر في الانضمام إلى صفوف المعسكر المنتخب المغربي. غانم رومان سهيس ودية الكوت ديفوار كشفت ما ينتظرنا في كان 2023. نفت التقارير الإعلامية السعودية اهتمام نادي الوحدة الإماراتي بالتعاقد مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. حسب الصحيفة الرياضية السعودية فإن نادي الوحدة غير مهتم بانتداب عبد الرزاق حمد الله الذي يدخله ضمن خياراته في الفترة الراهنة. وأوضح المصدر ذاته أن الفريق الإماراتي لم يتقدم بأي عرض ولم يفكر حتى في تقديمه للاتحاد جدة بهدف نيل توقيع مع المهاجم المغربي، مبرزا أنه يتطلع إلى التعاقد مع أحد اللاعبين في هذا المركز لكن ليس عبد الرزاق حمد الله بسبب المشاكل التي يعيشها مع فريقها. وراج اسم الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بكثرة في الأيام الماضية كواحد من المرشحين لمغادرة الاتحاد بسبب ادعاء وجود مشاكل مع الطاقم التقني للفريق بقيادة البرتغالي نونو سانتوس. ويقدم عبد الرزاق حمد الله مستويات جيدة في الدوري السعودي رغم انتقادات حيث سجل إلى حدود الجولة التاسعة 5 أهداف، علما أنه غاب عن بعض المباريات بسبب الإصابة في الكتف. حذر محمد صلاح المنتخب المغربي في بطولة كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023، حيث قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق للمنتخب المغربي قبل المشاركة في بطولة إفريقيا المقبلة المقرر لها في شهر يناير بدورة كوت ديفوار. وزعم النجم المصري محمد صلاح أن المنتخب المغربي سيغادر بطولة كأس إفريقيا مبكرا في حال لعب بالثعالي. قال محمد صلاح في لقاء تلفزيوني عبر فضائية المحور المنتخب المغربي من الممكن أن يودع كأس إفريقيا مبكرا إذا لعب بالتعالي بعد تحقيقه المركز الرابع في كأس العالم الأخير وظهوره بشكل مميز جدا. وأضاف قائلا بطولة كأس إفريقيا مغيرة جدا للمونديال وصعبة للغاية وتعتمد على روح العالية ولا تعترف بالنتائج السابقة، وعلى لاعبي المنتخب المغربي أن ينسوا ما حققوها في المونديال الأخير والتركيز على البطولة فقط. ويذكر أن محمد صلاح لعب في الزمالك في الفترة ما بين السبعينيات والثمانينيات كمدافع ولا علاقة له بمحمد صلاح ليفربول الإنجليزي حاليا. اختتم المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة مشاركته في الدور الدولي لكوريا الجنوبية بالهزيمة أمام نظيره الأوكراني خلال المواجهة التي جرت صباح يومه الأحد. وأكملت العناصر الوطنية مشاركة في المسابقة بعد هزيمتها في المباراة الثالثة والأخيرة أمام أوكرانيا بنتيجة 4-3، وجمع المنتخب المغربي 4 نقاط في حصيلة مشاركته في الدوري حيث انتصر في أولى مبارياته بالدوري المذكور على منتخب فيتنام بنتيجة 5 أهداف دون مقابل يوم الثلاثاء الماضي. وتعادل المنتخب الوطني المغربي في مباراته الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف في الوقت القاتل بواحد مثله، حيث أدركت كتيبة المدرب محمد وهبي التعادل في حدود الدقيقة 90. من المؤكد أن ينضم إبراهيم دياز مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني
إلى المنتخب المغربي بعد انتهاء منافسة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعد أن قرر تغيير جنسيته الرياضية بعدما قرر اللعب مع المنتخب المغربي عوض المنتخب الإسباني الذي لعب له من قبل. وأكدت المصادر بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدأت في إجراءات منح اللاعب الجنسية المغربية في انتظار رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بخصوص طلب تغيير جنسيته الرياضية، حيث يتطلب كل هذه الإجراءات وقتا طويلا، مما يعني أنه قد لا يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا الكانع. وقرر إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد دفاع عن ألوان المنتخب المغربي في المستقبل، وفق ما ذكرته صحيفة إيس أن اللاعب تقدم بطلب رسمي للاتحاد الدولي لتغيير جنسيته الرياضية، مما أدى إلى استبعاده من القائمة الأخيرة للمنتخب الإسباني على الرغم من أدائه المميز مع الفريق الملكي. قال غانم سيس قائد المنتخب المغربي إن مواجهة الكوت ديفوار الودية التي انتهت بالتعادل هدف لمثله يوم أمس السبت منحت الأسود درسا مهما في وقت حاسم، وسجل هدف المنتخب الكوت ديفوار سيباستيان هالري في حدود الدقيقة 45، بينما عدل المغرب أيوب الكعبي في حدود الدقيقة 80. وأكد السيس في تصريحاته أن المباراة لم تكن سهلة، وواجهنا البلد المنظم، وأكدت هذه المواجهة ما ينتظرنا في كأس أمم إفريقيا، لكن الأهم هو أن نكون جاهزين عند انطلاق البطولة. وأشار إلى أن هنالك مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا أول مباراة لهم مع المغرب في ملاعب إفريقيا قائلا يمكن أن نؤخذ أنفسنا لأننا لم نكن جيدين في بعض النقاط التي علينا أن نحسمها ونصلحها في نهائيات الكهنة. وأتم سيس أنهيها المباراة بالتعادل، وأكد أننا نستطيع أن نتفادى الهزيمة في أسوأ أحوالنا وعندما لا نكون شهيدين. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.